يبقى دلوقتي عرفنا ليه نتعلم برنامج ار، تمام، ان هو سهل التعلم، ان هو مصدر مجاني واوبن سورس كمان، مصدر مفتوح. رقم ثلاثة هيديني عائد مالي كبير، تمام، ووظائفه مربحة، تمام. يبقى ديت اهم الحاجات اللي انا تخليني اتعلم ار. واحنا قلنا ان احنا بنتعلمه عن طريق ان احنا ندخل نشتغل عليه، ان احنا ندخل كود، تمام، وده بيتطلب ان احنا نبقى حافظين ازاي نعمل المعادلات الاحصائيه بتاعتنا. وقلنا ان الكلام ده هيبقى سهل خالص، وان شاء الله وهنفسر كل حاجه وهنشرح كل حاجه بالتفصيل وهنعيد ان شاء الله زي ما شرحنا في الاس بي اس اس، تمام. وهديكم مثال بسيط ازاي بتتم برنامج ار عشان افهمكم ان الكودينج سهل مش صعب. يعني على سبيل المثال لو عندي ايه مثلا، ايه بيساوي، ده رمز يساوي، تمام. سي معناها الكومباينيشن، يعني لو هكتب حاجة مركبة يبقى لازم احط سي، من 1 ل 11 مثلا، تمام، واضغط انتر. لو هقول له ايه هيكتب لي معنى ايه، يبقى كده ترجم لي ان ايه عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تمام. عايز اجيب المين بتاع ايه، المين، تمام، بين قوسين اكتب ايه، مش انتر، جاب لي المين اللي هو 6. احنا عارفين المين اللي هو مجموع القيم على عددهم، المين هو مجموع القيم ايه على عددهم. طيب لو عايز اجيب الميديان، الميديان، ميديان اوف ايه، الميديان اللي هي القيمة اللي في النص بعد الترتيب، تمام. عايز اعمل مثلا هيستوجرام للايه، يبقى هيستوجرام ده شكل، عبارة عن شكل من الاشكال اللي احنا بنمثل بيها فهيست، تمام، في ايه اختصار هيستوجرام هيست، تمام، في ايه، تمام. هنلاحظ ان هو جاب لي الهيستوجرام بتاع الايه. انا على سبيل المثال انا طبعا مش ايه مش بدي مثال حقيقي، لا ده هو مجرد مثال بسيط عشان فاهمك الكودينج، البرمجه في الار سهله جدا 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 باذن الله. يعني مثلا لو عايز اجيب البلوت، او لا خليها بعدين، تمام. يبقى انا كده اتعلمت اجيب الميديان والمين والهيست، ده مقدمه ملهاش اي علاقه باللي احنا هنبدأ، يعني كده مقدمه بس، وهنبدا طبعا من الصفر كل حاجه، بس انا بوريك ازاي ان الكودينج سهل جدا جدا يعني، تمام كده. وان شاء الله هتستمتعوا بالشرح، ازاي تعملوا سبسكرايب وشير للقناة وفعل الجرس. شكرا.